الله مساكم. مده طويله وهو يدور على الشغل، بالاخير لقى وظيفه سكيورتي ب 3000 ريال. كان يبي يطير من الفرحه لانه تبي تغطي مشاكل كثيره. اسبوع او اسبوعين قابلوا احد زملائه القديمين بمناسبه عامه، فسالوه ها اشتغلت؟ قال الحمد لله. وين؟ والله سكيورتي ب 3000 ريال. قال والله ما تسوى تعبها. و 3000 ريال شو تسوي؟ لكن يلا الله يعينك. رمى الكلمه ومشى. ومعلمه جاها مولود وغابت على المدرسه، رجعت بعد الولاده وجت تداوم. في اول يوم جت تداوم قالت لها واحده من زميلاتها ها وشهدات ما شاء الله بمناسبه المولود الاول؟ قالت والله ما اعطاني شيء. قالت وين الناس كلهم يعطون ويسوون؟ رمت عليها هالكلمه وتركتها وراحت. ثانيه بمناسبه عائليه لهم مده طويله يدورون على بيت، ولقوا بيت صغير مناسب يناسب دخلهم منطقه معينه. سألتها قريبتها ما شاء الله شريتوا بيت وين بالمكان الفلاني؟ اوه هذاك منطقة وين بعيدة وبيوتها صغيرة وان شاء الله حدكم. الله يعينكم الله يعينك، ما جورين. ايضا رمتها القنبلة ومشت. وهذاك جاي للدوام الصباح، طلب شاهي وطلب فطور. يسأله زميله ليش انت ما تفطر بالبيت؟ قال لا والله. قال اكيد زوج اكيد زوجتك نايمة، ينامون الى الضحى ويتركونكم. بس زرع هالكلمة وتركه. وأيضا ذيك اللي جايبة بنتها الثالثة طائرة فيها من الفرحة، البنات عندها يسوون الكون، وزوجها كذلك سعيدين جدا بما رزقهم الله. بعدين تجي هذيك وتسأل أوه بعد بنت؟ يلا يجيب الله خير. اللي يرمون هذه القنابل من الكلمات، مثل ما في قنابل يدوية في قنابل لسانية، إما جهل إما فضول إما قل دبرة، لكنهم هل يدرون أو ما يدرون أنهم من المفسدين، يفسدون جو الآخرين ومتعتهم وسعادتهم. كلمات الأصل فيها أنها من التعاطف. رسول صلى الله عليه وسلم معطينا توجيه واضح من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. يا أخي ما لي شغل فيهم وبحياتهم وبيتهم وولادتهم وبأعمالهم وبزوج اللي تنام. إما الحياة كلمة، إما عط كلمة مفيدة وذات منفعة، ولا يا أخي لا تتعاطف فكهم من شرك. احنا الحقيقه محتاجين نذكر انفسنا اننا ما نكون من النوعيه، واذا جونا من هؤلاء النوعيه لازم نوقفهم، لازم نوقفهم عند حدهم بلطف طبعا. يعني لما ينتقد بيتي ولا ينتقد زوجتي ولا ينتقد اولادي ولا ينتقد اي ما ينتقد من احوالي، جاوبه بايجابيه، الحمد لله راضين بما اعطانا الله، الحمد لله احنا بنعمه. خلوه يعرف انه لازم يقف عند حده، ولا بخرج انا من حقل هالالغام بهالقنابل اللسانيه.